فهنزود two properties كده، واحدة هنسميها posts، ودي هتبقى نوعها طبعا، او هو بوست واحد اللي هيجي فهيبقى نوع بوست، وواحدة هنسميها comments ودي هتبقى array of comment. بعدين هنا بيديني ايرور، ممكن الايرور ده ما يظهرلكش بس ممكن يظهر، ده على حسب السيتنجز بتاعت ال تي اس كونفيج، فاحنا مش هندخل في تفاصيل الكلام ده، لكن في سيتنج كده انا بحب اعملها دايما، ان هو لو ما فيش انيشاليزر بيدي لك ايرور. ملخص الكلام ده ان انت يا اما بتقول له ان البوست او الكومنتس ده ممكن يبقى undefined او اجباري هيكون ليه قيمه، فعشان تحل ده يا اما بتعمل العلامه دي معناها ان هو لازم ليه قيمه، يا اما بتعمل العلامه دي ان معناها وارد يكون undefined. انا بحب دايما اعمل العلامه دي اللي هو وارد يكون undefined تحت اي ظرف من الظروف، مثلا في لحظه معينه على ما بيروح يجيب البوست او على ما بيعمل اتش تي بي ريكوست ويرجع بيبقى في اللحظه دي بيبقى undefined، او لو عمل الاتش تي بي ريكوست وخلصه ورجع ولقى فاضي مفيش بوست يبقى لو ما تهندلش صح ممكن يبقى undefined. فانا بحب ايه اقول له ان خلي بالك في احتمالات ان البوست يبقى undefined. نفس الكلام هعمله في الكومنتس اللي هو في لحظة ما هيبقى undefined. طبعا انت ممكن تقفل الاوبشن ده خالص في ال TS config، لكن انا الصراحة بحبه عشان ايه ينبهني ان وارد ال property ده تبقى undefined. طيب دلوقتي انا هسبسكرايب، السبسكريبشن ده بياخد على الاقل حاجتين اللي هما النكست اللي هو يعني لما يجي لك نتيجه هتعمل بيها ايه، والايرور لو في ايرور هتعمل فيه ايه. فهنقول ان النكست بتاعتي هيبقى عباره عن فانكشن، انا هقول له الريسبونس لما هيجي هتروح قايل له ان this post بيساوي الريسبونس بتاعنا اللي هو اصلا عباره عن بوست. طيب هنا لما هسبسكرايب هعمل نفس الكلام بالظبط، هقول له النكست بتاعنا عباره عن فانكشن، هقول له الريسبونس لما هيجي هتقول له ان this comments بيساوي response. لو عملتها كده زي اللي فوق بالظبط هتدينا ايرور، ليه؟ عشان احنا قلنا ان الريسبونس ده عباره عن comments response اللي جواه منه بروبرتي اسمها كومنتس عباره عن اري اوف كومنتس، وبعد كده في الحاجات بتاعت البيجنيشن اللي هي توتال وسكيب وكده، يبقى انا محتاج لسه ادخل على دوت كومنت. انا المفروض دلوقتي اللي انا هعمله هستغل بقى التو بروبرتيز دول اللي اصبح ليهم قيمه، ديس بوست دي اصبحت عباره عن الديتيلز بتاعت البوست، والديس كومنتس عباره عن الديتيلز بتاعت الكومنت. فالمفروض ان انا هروح للفايل ال HTML وهبتدي اقول له اظهر لي بقى الحاجات دي، اللي هو هقول له اظهر لي البوست. طبعا هنستخدم الجيسون بايب عشان يعملهم لي، وبعد كده الكومنت وهستخدم الجيسون بايب. هنا بيديني ايرور عشان المفروض ان الجيسون ده، خلينا نفصل ما بينهم ب اتش ار، هنا بيديني ايرور عشان البايب دي ما بتجيش الا لما بامبورت الكومن موديولز. فهنروح نتاكد، هنلاقي ان احنا للاسف ما عملنا لهمش امبورت، فهنقول له كومن موديول. لما هنامبورت الكومن موديول هنا هتلاقي ان الجيسون بايب دي اشتغلت لوحدها. طيب دلوقتي انا عايز بقى اشوف الكلام ده، عشان اشوف الكومبوننت ده لازم اضيفه للراوتنج سيستم بتاعنا، فهنحاول ندخل على الراوترز بتاعتنا ونبتدي نقول له لما يبقى عندي بوست سلاش اي دي هيودينا فين بقى؟ هيودينا للكومبوننت بتاعنا اللي هو موجود جوه بوست سلاش بوست ديتيلز بوست ديتيلز كومبوننت. طبعا علشان انا هناك معرفه ان هو يبقى ديفولت، انا باكسبورت ديفولت اللي هو كده، زي فاكرين ديفولت دي اللي احنا زودناها اول ما عملنا الكومبوننت ده، عشان كده لما نيجي ندخل هنا هنلاقي ان احنا مش محتاجين نعمل حاجه، لكن لو هو ما كانش ديفولت كنا هنحتاج نقول له then وبعد كده نإكسبورت او نإمبورت الموديول تحديدا، يعني نإكسبورت نإمبورت الديفولت تحديدا، يعني كنا هنعمل كده. طبعا عشان احنا بنإكسبورت الديفولت من الاول فاحنا مش محتاجين نعمل الحركه دي. طيب لو تلاحظ ان الاي دي ده عباره عن متغير، عشان كده حطيت قدامه نقطتين
دول النقطتين دول في الراوتنج معناها ان دي قيمه متغيره فاريبل يعني اي دي، فانا محتاج اسبسكرايب للاي دي عشان اشوفه. فهنرجع ندخل على البوست ديتيلز وهنسبسكرايب. عشان نسبسكرايب للتشينجز اللي بتحصل في اليور ال احنا محتاجين نستخدم الاكتيفيت راوتس، ودي عشان نستخدمها طبعا هنستخدم الديبندنسي انجكشن وهننجكتها جوه الكونستراكتور بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها. فهنقول برايفت اكتيفيت activated route تمام. انا الصراحه بحب دايما اسمي الانستنس بتاع الكلاس بتاعنا او الاكتيفيتد راوت بتاع في الاخر كلاس، انا بقى انجكت كلاس، انا بحب دايما اسمي الانستنس بنفس الاسم، يعني دايما الكلاس بيبتدي بحرف كابيتال فبسمي الانستنس بنفس اسم الكلاس بس بيبتدي بحرف سمول، وبالتالي لما باجي استخدمه في اي مكان انا خلاص عارف ان الاكتيفيتد راوت ده بتاع ايه. هدخل بقى كل اللوجيك بتاعنا بنحطه دايما جوه الان جي اون انت. الانجي اون انت ده واحد من اللايف سايكل اللي بتاعت انجولار، واحنا طبعا ما اتكلمناش عنها عشان احنا مش مركزين دلوقتي في النظري، احنا محتاجين الاول نتعلم الحاجات بتمشي ازاي، بعد كده نقوم مجمعين بقى مرتبين افكارنا ونبتدي نتكلم في النظري واحده واحده بقى، نتكلم عن اللايف سايكلز ونتكلم عن كل حاجه احنا عدينا عليها واحنا يعني عرفنا بتتعمل ازاي بس ما عرفناش التفاصيل العميقه بتاعتها لسه. الان جي اون انت ده دايما بحط جواه اللوجيك بتاعنا، فانا اللوجيك بتاعنا عايز اعمل ايه؟ عايز اسبسكرايب للاكتيفيتد راوتر عشان اشوف او اكاتش الاي دي من العنوان عشان ابتدي اكول الجيت بوست باي اي دي والجيت بوست كومنتس باي اي دي. فهبتدي هدخل على الاكتيفيت راوتر ذيس اكتيفيتد راوتر او اكتيفيتد راوت وهسبسكرايب، او سوري انا عايز ال انا بس انا عايز ايه تحديدا؟ البارامات، البارامات اللي هي اللي هي لو رحنا للراوتس كده هلاقي ان ده عباره عن بارام اللي هو البارامتر بتاع اليو ار ال، يو ار ال بارام يعني، فده بنسميه ايه؟ بارامات. يبقى انا عايز اسبسكرايب على التشينجز بتاعت البرام ماب. طب هتقولي ليه احنا بنسبسكرايب؟ عشان البرام ماب ده عباره عن اوبزرفبل. طب ليه اصلا هو اوبزرفبل؟ احنا الاوبزرفبل هنتكلم عنها في كورس مستقل بتاع الار اكس جي اس، بس خليك عارف ان دي حاجه بتتغير مع الوقت. ليه بقى بتتغير مع الوقت؟ يعني ليه انا ما عنديش مثلا فاريبل اقول له اليو ار ال وبعدين اخد حته الاي دي زي ما بنعمل عادي في الجافا سكريبت؟ يعني في الجافا سكريبت بيبقى عندنا حاجه زي كده مثلا لوكال لوكيشن وبعدين بقول له مثلا اتش ار اي اف، ده بيجيب لي العنوان وبعد كده بطريقه ما بوصل للاي دي من العنوان. انا ما عنديش ده لان الاي اليو ار ال نفسه بيتغير باستمرار، ودي طبيعه الابلكيشن اللي هي بتبقى اس بي اي او سنجل بيج ابلكيشنز ان اليو ار ال عمال يتغير، فبالتالي الراوت والكومبوننتس اللي جوه البيج عماله تتغير، مش الطريقه التقليديه ان انت بتتنقل من بيج لبيج يعني بيبقى انتقال كامل، فبالتالي العنوان اللي فوق بيبقى ثابت يعني بعد عمليه الانتقال لما بتخلص العنوان اللي فوق بيبقى ثابت. لا هنا الموضوع مختلف شويه، هنا انا بسبسكرايب عشان العنوان بيقعد يتغير والكومبوننتس بتتغير من غير ما اعمل انتقال فعلي من البيج. هنتكلم عن دي بتفصيله اكتر لما بنتكلم عن الفرق بين الاس بي اي او السنجل بيج ابلكيشن والتراديشن ابلكيشنز، بس المهم خليك عارف ان البارامترز والعنوان عموما بيقعد يتغير كل شويه. طيب احنا سبسكرايب دي خلاص اتعودنا ان احنا بنعمل اوبجكت جوه منها نيكست. النيكست دي خلينا نقول ان هي بتقيمت البارامترز، انا محتاج من البارامترز دي بارامتر معين اللي هو البوست اي دي.